نادي الهلال يعني قوي برجالاته، واعتقد انه الازمه ليست على نادي الهلال فقط، جميع الانديه الكبار تمر بازمه الديون. الامير نواف بن سعد احنا جددنا او احنا جد يعني من اعضاء الشرف، ليس فقط اصحاب السمو الامراء بل جميع اعضاء شرف نادي الهلال، يعني طالبوا الامير بعدم الاستقاله، وان العمل الذي عمله لا ينكر في 3 بطولات جت في وقت كانت الهلال في وقت عصيب. دور الهلال او دور الاداره لا ينتهي بخروج عن بطوله او بطولتين، لا، الاداره تخطط ل5 أو 4 سنوات ولا تجد يعني نتائجها الا اذا صبرت على الخطه والرؤيه. اعتقد نادي الهلال بقياده الامير نواف بن سعد ما عليه خوف باذن الله تعالى. الموضوع الان جميع اعضاء الشرف جدد الثقه، نتمنى منهم كاعضاء شرف انهم يوقفون مع النادي مع ازمته الحاليه ويحلون مشاكل الديون. من يعني حتى الجمهور، يعني الجمهور في حبك وعشقك للنادي لا يكتفي بس بانك تجي تشجع من المدرجات، لا، يجب عليك انك تبرع لو بالقليل، يعني تبرع بمبلغ لو عدد جمعناه بعدد الجمهور اعتقد انه راح يكفي لتغطية جميع الديون ويكون فيه فائض. الحقيقه احنا نجدد الثقه في الامير نواف بن سعد، ونقول ان شاء الله راح يداركون الاخطاء اللي وقعوا فيها، لانه اي عمل بشري يمر باخطاء ولا بد من تقييمه في نهايه العام. متى ما اردت ان تحصل على البطولات كبطوله اسيا او الدوري السنه الجايه يحتاج الى عمل وجلب لعيبه على مستوى، وايضا جهاز اداري يكون على مستوى تاملات العشاق وجمهور الهلال. ابو عبد العزيز، بعيدا عن الاجابه الدبلوماسيه، اذا اصر نواف بن سعد في نهايه الموسم ان يستقيل، رجل الاعمال موسى الموسى سيعود الترشح من جديد، نعم ولا لا؟ نحن لا نرضى ان يستقيل، وبالنسبه لنادي الهلال اتشرف انا بخدمه سواء من المدرج او من عبر النادي من خلال ادارته او غيره، ولكن احنا يدنا بيد الامير نواف بن سعد، لانه هو رجل المرحله الان، وهو الرجل الذي يليق في ان يقود الهلال ان شاء الله الى الافضل والاحسن. الله يعافيك. شكرا لك. شكرا.